بغداد طالبة صف 10. اليوم كان في عنا تكريم، حفل تكريم الجلاءات، حصلت على المرتبة الأولى. بشكر كادر المنظم كثير والأساتذة يلي تعبوا معنا وبذلوا جهد كثير كبير، وبتمنى لكل رفقاتي يا رب يحصلوا على الشهادات اللي بدهم إياها، وكل حدا يلاقي حلمه ويلاقي شهادته بإيده. الصف الرابع، اليوم وزعلنا الجلاءات بالمدرسة واخذ شهادة التفوق واخذت المرتبة الثانية على الصف، وبشكر الأساتذة كلهم وبشكر SSG.